Yuki aşağıda verilen tek başına Anladım. anlamlı olmayan kelimeleri cümle içinde kullanalım. يعني بدنا نستخدم هدول الكلمات اللي لحالها ما لها معنى، تك باشنا انلامي اولمايا، يعني ما له معنى لحاله. مثلا عندنا كلمة، أول كلمة شو مكتوبة وسام؟ شنكو. شنكو. شنكو يعني لأنه، لأنه. شو لأنه بدك أكتب جملة؟ إيش ما قلتي؟ إيش بدك نكتب جملة فيها لأنه؟ أكتب من عندي؟ إيه تمام. Parka gitmedim. Parka gitmedim. Şu yani? يعني لم أتي إلى البارك الحديقة لم أذهب إلى الحديقة. Parka gitmedim çünkü sınavım var. لأنه عندي امتحان، يعني بدي أدرس له. Parka gitmedim çünkü sınavım var. اقرأها. تعالي يا وسام اقرأها يمي يمي Parka اقرأها gitmedim Bak, va gitmeyeceğim. Çünkü çünkü sınavım var. sınavın var. يعني Sınavın. sınav، Sınavın. İmtihan. İmtihan. امتحان، لأنه عندي امتحان ما رحت على الحديقة. طيب قدر، بدنا نستخدم قدر نبدأ. يعني بقدر. أحب أمي وقدر أمي. ضاقبي. لا جيبي باردون باردون يازمين، بنو أنا مو جيبي، قدر. طيب الجيبي هاي جيبي يعني مثل، أو كنت راح أكتب ضاع قدر. ضاع قدر ديفن بار، يعني عندي وظائف قد بقدر الجبل. يعني هون طبعا مجاز انه ما بيكون قد الجبل، بس هن بيحكوها هي دا كدار ديفن بار. طيب إلى بابام، إلى عنم، بابام إلى عنم يعني أبي وأمي. هون يجي معنى و، مرات يجي معنى مع. نعم مثلا بابا ميلا تشارشيا جيتم، انه ذهبت مع ابي الى السوق. او اقول بابا ميلا انيم هازارا جيتم، يعني امي وابي ذهبوا الى بازار، سوق الخضره. بابا ميلا انيم هزارة جيتي. اقرأ يا وسام. بابام إلى، بام بام إلى أن نم بازار هزارة، تي أيوة يعني ذهبوا إلى سوق الخضرة، بازار سوق القدرة. طيب جيبي يعني مثل. أبيم جيبي، أو خلينا أبن نقول يجبي مثل مين؟ في عندك جملة؟ لا مثل بابا أحمد جيبي بير أرابا ألمك إستيورم. مثل في واحد بصفنا اسمه أحمد تمام. أحمد كبير يعني مثل أحمد. بير أرابا استيورم يعني بدي سيارة مثل أحمد. إذا أحمدين أرابا كبير تمام قصدين، بس هو بالتركي يصير أحمد كبير بير أرابا استيورم، يعني بدي سيارة مثل أحمد، مثل ما أحمد بده. يعني أحمد كبير بير أرابا استيورم.
أو فيك تكتب، راح أكتب جملة تانية. بابام جيبي بيورم، بابام جيبي يعني مثل بابا عم اكبر، بي يورم يعني عم اكبر مثل بابا، بابام جيبي بيورم، اقرا يا سلام. بام بيبي يار بي يورم. بيبي يار اينا احمد جيبي صوتك يا حبيبي. احمد جيبي بير أربعة بي أربعة استيورم. اتيارم شو يعني استيورم؟ يانو ويد عفوا، فأنت اكتب من هذول اثنين وحدة، أي وحدة عجبتك اكتبها. رح أنزل تحت، في عنا أما. أما مو معناها أما، معناها لكن. أما مثل الوحدة ها؟ خلاص كده أما يعني لكن. شو نكتب جملة؟ يمك يدم أما هالة أتشم. يلا اقرأ معي. يمك يدم يعني أكلت الطعام. يمك يدم أما هالة، أما حالا هلا يعني لهلا، حالة هالة أتشم يعني لهلا جوعان. أنا أكلت توشت بس لساتني جوعان، لكن ما زلت جائعا بمعنى. تمام ما؟ بس اخلص لا لا تكتب هلا، بس 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 اقرأ. تمام اقرأ معي. يلا يمك اقرا جمعك يدين يدم اما اما هلا اتشم هلا اتشم. بس شوف هون تحط هالة، هي كلمة عربية يعني حالا، حط فوق الآ شبكة، وهنا حط فوق الآ شبكة. شبكة ليه يعني قبعة، يعني هي ليه كلمة عربية لأنه الآ هون تقريبا قريبة على العربي، يعني هالة فينا نقول يعني بين الآ والآ الحرف، هي هيك آ وعليها شبكة، شبكة يعني قبعة. طيب نروح اللي بعده، هنا ماتماتيك انت حله. هنا جمهورية بايرمان ما عاد يخلص. اقرأ يلا يا وسام. جمهورية بايرما حرف هاف يرمي دكوز يرمي كيم كيم ده جمهورية بايراما ويت باي رامو ما بطلارس، كوتلارز انه بنحتفل كل سنة هاريل. هاريل يعني كل سنة 29 اكيم، مع الشهر العاشر 29 اكيم. جمهورية بايرامını kutlarız، إنه بنحتفل بعيد الجمهورية. طيب كمل. يرمي دكوز كيم أكيم قول ده ك ميزين إيه ما سوم هورية لا 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 جمهورية لا هورية يا نيو نيتي نتيل مايا نيجي عفوا مايا باش بيش لا باش باش لا بشلام لا بشلام بشلام بل جندر. جندر يرمي دوكوز اكيم يعني 29 اكيم. ülkemizin cumhuriyetle yönetilmeye başladığı ya da başlandığı gündür. Yani هو اول يوم بدأ. gündür يعني يكون اول، يكون يوم
başlandığı انه بلش بإدارة الجمهورية، انه قبل كان ملكي وهلا صار جمهوري. طيب هاي الكلمة شو؟ كمل. جمهورية هار هار هالكن كام دي كام كان دي ني كاندي كانديني يو يو ني يونس يونس ميسي آبل يونس ميسي ميك دي دمك سير. سير يعني هذا يعني انه الشعب نفسه بنفسه بدير حاله، انه ما حدا بيتحكم فيهم، الشعب نفسه بيكون يعني مو مثل الملك، الملك بخليهم هن يعبدوه وما ما يكون الإدارة مثل ما هن بده، لكن الجمهوريات هالكن كاندي كاندني يونت ميسي ديميكتر. فيكي كمل. بين داكوز يوز يرمي اوت بين دوكوز يوز يرمي اتش، يعني 1923. كمل بليز علينا كمل. كمل ما تقول له يو بقضى يلنضا يعني في سنة 1923. devam et تمام devam et يعني كمل. ايه مو اسموس هذا مين؟ هذا مين؟ مصطفى كمال مصطفى كمال أتاتورك. اتاتورك شو اسمه؟ أتاتورك مصطفى مصطفى كمال مصطفى كمال أتاتورك. أتاتورك شبيك نايم؟ إيه ذا ذي أركضاشتري أركداشلار ترك تركية تركيا. تو شو جمهورية تي تي ني جمهورية تيني كور دو كردو كدو يعني مصطفى. اسمع يعني مصطفى كمال أتاتورك ve arkadaşları، يعني هذا أتاتورك وأصدقائه تركيا جمهوريتني كردو، يعني أسسوا الجمهورية التركية. تمام كمل. أرطا تورك أتاتورك جمهوريتي جمهورية تركي تركي تركي. مي الميلاد تينا ميلاد ميلاد تيني تينا تيني تيني تينا تينا ملتنا. ملتنا أيوة أن أم كمل دوامك. بويوك عاير بيوك ديل بيوك. بيوك ايوه أرك أرمان ارمان. شو يعني ارمان؟ يعني هدية. رح اكتب لك اياها هون. ه دي يه ارمان يعني هدية نفسها. كمل دوامك. أولارا أولاراك زير دي بعدي. اسمع أتاتورك يعني هذا مصطفى كمال سموه لقبوه بأتاتورك
Cumhuriyeti Türk milletine en büyük armağan olarak verdi. Enno a'ta Türk milleti yani el şa'ab el-Türki. Türk yani Türkiye, millet yani şa'ab. A'ta lil-şa'ab el-Türki el-Cumhuriye ka hediye kebira. En büyük armağan. Armağan yani hediye kebira a'tahum. Verdi yani a'tahum kehediye eşya el-Cumhuriye. Cumhuriyet. En kabil ma kan fi Türkiye. كان أوسمان لدولتي وكان في كثير دول وإجوا دول بدهم ياخذوا تركيا، بس هذا أتاتورك أنقذ تركيا من إيدهم وصار عندهم جمهورية تركيا. طيب كمل. دان 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 بون دان ديت أو جندان او جندان بو يانا 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 هير هار يل. شو يعني يل؟ يعني كل سنة. هار يل يل يعني سنة. سنة يرمي يم كيم دي يرمي ايش؟ يرمي دكوز أينان؟ كيم إكيم ده؟ كيم دي جمهورية مو؟ بايرامو جوش كويلا؟ جوش كويرا كوت لامر كتلانر يعني او جندان بو يانا يعني من ذاك اليوم، من يوم 1923 مو فوق حكونا 1923 يلندا، فهذيك السنة ساووا تركيا جمهوريتي. من هذيك السنة كل ما يصير هاريل يعني كل سنة يرمي دوكوز أكيم ده 29 أكيم جمهورية بايرامي جوشكويلا كوتلانر، إنه بفرح بيحتفلوا بعيد الجمهورية. أنتوا احتفلتوا بالمدرسة؟ لا ما احتفلتوا؟ كان عطلة بس الطلاب اللي بدهم كانوا يروحوا على ما المدرسة. أنت ما استفدتش. رحت؟ راح راحت بقوة شفتوا مش بيجيبوا بصح أعلام راح وبيرقصوا وأنت ما رقصت؟ لا ما شغلت الكوش أغاني الأبلة. شغلت طب كيف ما احتفلتش الجمهورية بس بالجمهورية بس؟ طيب الجمهورية ايه هو هذا عيد الجمهورية، جمهورية ولا بايرن. يلا كمل. بو باي بو رمضة بايرا دا با دا دا غلط. ايه اوكولار يعني اوكولار المدارس في هذا العيد، المدارس تاكين تاكين تعطيل. olur شو يعني تعطيل olur؟ okullar tatil olur. bukun تعطيل المدارس، bukun المدارس tat تعطيل تعطل. ذاك اليوم يكون عطلة يرمي دوق زي كيم لأنه صار في يعني عندنا جمهورية بايرن. طيب كمل. وين ت ت ترنيت ت تر ن تر ترنر ترن لان ترنر دوزين لنين نير ايوه دو بينظموا يعني بينظموا مراسم. لين لير ستير توران لير لاردا جو جمهوريتي مهوريات إن
Önemli Önemini Allah'tan Allah'tan konuş Hayır, biraz mallar konuşmalar yapılır. yapılır. Nubisa'u İnsanlar bayraklar ha şır ve ve marşlar Marşlar. söyler. Söyler. طيب عم يقول انه بهذاك اليوم بصير بالبايرام بالعيد بصير اطلع تعطيل olur törenler düzenlenir انه بصير بنظمه مراسم törenlerde بالمراسم cumhuriyetin önemini anlatan konuşmalar yapılır انه بصير حكي بساو هيك الآن ممكن تاخذ ورقة وتحكي عن الجمهورية بايرامة عيد الجمهورية مس وعن مر مس مرات مس كمان مرة ودتنا على السينما بس هي أغاني رقصة Evet, هذيك غير جمهورية بايرامة. İnsanlar, bayraklar, şen bayrak. بيراك أعلام على أيوة إنسانلار بايراكلار تشير إنه الناس بشيلوا الأعلام وماشلار سويلر إنه بيحكوا مارش نشيد الوطني القصائد مثل هاي الفولك ما تنمز بوشفا هاي بتقرأوها بالمدرسة اسمه مارش تمام مه؟ Tamam. Birinci soru diyor ki İkra Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Bayramı hangi hangi bir tarihte Aynı Sultan tarihte kutlanır? kutlanır? بأي تاريخ بيحتفلوا بعيد 29 الجمهورية؟ مساء 20 بالتركي احكي لي اياها. 29 29 ايش؟ 29 Ekim عافرين. ايه خليني كبيرة لازم لانه اسم الشهر دائما نكتبه بالكبير. 29 ايكيم بتحط اسم اشارتي د 29 ايكيم د كتلانر كتلانر يعني اخر كلمة بتكتبها دائما. شوف هاي كتلانر كتبتها. طيب اقرأ السؤال الثاني نشوف شو بده. الله يسامحك اقرأ ايه اقرأ اوكو ايكي اوكو سيبك من الكتب واقرأ ولا برد بونو بونو اوكو اقرأ جمهورية دان بدان دايم اكتر ديمكتر شو يعني جمهورية؟ جمهورية شو يعني برضه سويلمشلر ما بكيم هنا مو شارحين جمهورية ما دمك ما شارحين ليش طالبين بالسؤال. طيب نيسا رح طالعوا من النت بعدين. ايش جمهوريتي معناه؟ ايه انه شو معناه بدهم معنى اه الجمهورية. هلا طالع من النت اكيد بدهم قصدهم من السوزلك. اتش وسام اقرا اتش يلا اوت تقرا اوت جمهورية جمهوريتي كيم كردو كوردو مين اللي مش من الجمهورية؟ جمهوريتي كيم كوردو. مين اللي أسس الجمهورية؟ كردو هو اللي بيحمي ولا بيأسس؟ أسسه
korudu هديك الكلمة هيك korumak اختلاف يعني. tabii ki korudu هاي kurdu كردو ايه كور مين اللي سوى الجمهورية مين اللي حرره مين اللي أسسه وسام قبل شوي اشرحت لك على الزلمة قلت لك هذا شو اسمه مصطفى كمال مصطفى شمال أتاتورك. عين اتاتورك فيك تقول بس اتاتورك بس الافضل انك تكتب اسمه كله مصطفى كمال هيك كبيرة لأنه اسم لا تنسى كمال أتاتورك كمان كبيرة أتاتورك وحط كوردو يعني أسس كوردو هاي نقطة إيضا ونطمة طيب دورت اقرأ دورت نشوف شو بده ايه برافو أتاتورك جمهورية أبد أتاتورك جمهوريتي كمان كيما لمين مين أرمان 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 قلت لك شو يعني كتبت لك فوقها كمان هدية هدية عافية أتاتورك جمهوريتي كيما أرمان كمل نعم أولارك أولارك أعطاه إيه. باردي عافية لمين أعطاك هدية قبل شوي قرأنا أتاتورك إلى مين أتاتورك هو اللي أعطى الجمهورية لمين كهدية ملتنا لا ترك ملتنا عافية ترك ملتنا يعني للشعب التركي ترك تور ملتنا ملتنا ملي أرمان ملي أولاراك بلدي يعني أعطاهم كهدية ترك ملتنا أرمان أولاراك بلدي طيب نحن قلنا جمهوريتنا دمكتر طلعت من السوزك شوي طويلة هون عم يقول الجمهورية شو معناها هنكتب شو بدنا نكتب كل هذا Ulusun egemenliğin kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla. Yani mesela قبل ما كان في هيك شيء مثلا يكون في ملك بيصير عنده أولاد أولاده بيصيروا بعده واحد منهم بيصير ملك يعني ما فيهم الناس يختاروا هذا الرئيس حاليا مثلا أردوغان هن انتخبوه وصار رئيس الشعب هن اللي انتخبوه قبل ما كان في انتخابات كل ابن ملك بيصير ملك بيصير رئيس الدولة أما هلأ لا يعني أتاتورك غير هذا النظام عملوا جمهورية الجمهوريات هيك شي يعني الناس هي اللي بتختار مين اللي تباكي له فإيش نقول راح أكتب اختصر بليلي sen de yazıyor musun süreler belirli süreler. Anta hon? İçin. Tamam. Belirli süreler için seçtiği millet ya da milletvekilleri cemaat aracılığıyla aracılığıyla
kullandığı devlet biçimi. Devlet. Kul 4 سنين هن الشعب يساوي انتخابات وبيختاروا رئيس. دولة بتشيمي، بتشيم يعني شكل من أشكال الدولة اللي بيستخدموها بواسطة الميلاد وكيلي. شو ميلاد وكيلي بالتركي؟ شو بالعربي؟ شو نفس الميلاد؟ ميلاد الناس، وكيل يعني وكيل يعني الرئيس، ميلاد وكيلي ديورس. يعني مثل ما قلت لك انه هن بليلي سوريلار ايشن، يعني بأوقات محددة، يعني مثلا كل 4 سنين، كل 4 سنين تشتيه انه بيختاروه. تمام، ضلت آخر الله. وحدة، اقرأ البيش. جمهورية باي رام باي م د بايرام حمزة، نيلر ياب ياب يا خلص م ياب يعني بعد ما تقطعها هيك تقرأها يا بلر، ارجع احكي الكلمة كلها، قول يا بلر يا بلر يا بلر يا يا بلر بلر ديد يا بلر. يا بلر بلر ايوه اقرأها انت، طلع عليه اقرأها. باي. يا بلر طيب عم يقول جمهورية بايرامندا نلار، شو يعني نلار؟ يعني ايش؟ ايش بنعمل؟ شوف حاطين لك 3 خطوط، معناها بدنا نكتب اكتر من اللي هن كاتبينه. بيساووا مراسم حكولنا صح؟ انه بيلبسوا ثياب، بيكون في عليها صورة أتاتورك، بيكون عليها أعلام، بيجيبوا أعلام، بيزينوا الصف، بيحتفلوا فيها. أنت اكتب أول شغلة اللي هن قالولنا إياها بالنص، إنه تران لار دوزان لنر، تران يعني مراسم، لار دوزان لنر. اقرأها، اقرأ اللي أنا كاتبته. توري لير بو زين شو أول لير حرف؟ شو أول حرف؟ أيوة أول هون دو دو زي دو دو زين لير زي ستة صاديوم، يو تعرف صاديوم؟ ار دا صاديوم النهاردة، تعرف استاديوم شو يعني؟ لا مكان ما يلعبوا كرة القدم، مكان كبير. ايه عرفناها استاديوم اسمها، شو اسمها؟ ستاديوم ستاديوم شان ليك، ليك يعني احتفالات. شان ليك لار يعني يا بلر، كلاب يا بلور يعني كمان بيحتفلوا هنيك كمان بالاستاديوم تبع كرة القدم. أكشام إيسا أما مساء، مساء أكشام إيسا كان يلعب يلا نكسل، بالسباحة اقرأ أكشام إيسا أقشام إيسا يلا نكسل كان إيكسان ولارك والله راك يلا نكسل. شو يعني؟ يعني حسب العادات والتقاليد. فنر، بنان فنار. بنان انت اذا ما كفى اكتب تحت، تمام، لانه كتابتي صغيرة جدا، كثير صغيرة. هو كتبت تحت الله، ليش هلا عم تكتب؟ اه لا تكتب هلا، هلا بس افهم. كتبت من كل ايتها يخرب بيت قلبك، وعايزة بحفظ معاك وعارف معناها عيد الفيديو من دون كتابة كمان، تمام؟ مشان تفهم. ماشي
Düzenlenir. Bunlar Hmm. ne demek? Sal indekil matematik değil mi? Ama 3 dakika kaldı sadece. Hayır, ben bir kur. Törenler düzenlenir. Enno tukam ihtifalat afwan bi nazmu merasim ve stadyumlarda şenlikler yapılır. Yani mesela o ihtifalat fil melaib stadyum melab hasatan melab tabi kuretil kadem. Akşam ise geleneksel yani bicibul meşaal. Ama mesaen geleneksel yani hasap taklidiyen hasap takalit olarak fener alayları düzenlenir. Enno bi nazmu muhakkab el meşaal. Fener hiye tebaa el seyyarat. Hek bişagluu dhaw kulliyatum bisiru yzamru billeyl. Sar indkon smi'tu intu yom 29 Ekim. ايه ففنار هي ضوء السيارة يعني تمام مه. تمام. بكلم ضل عنا خلينا نشوف الفوق إذا حاله صح هدول عملتوهم بالمدرسة ايه عارف حال تمام معناها احفظهم شوف هون هن بدهم بامبا انت عامله بالاحمر بامبا يعني الزهري مرحبا. عم يقول اللي لحالهم ما لهم معنى بدنا نختار مثلا قدر يعني بقدر لحاله ما له معنى مثلا بالون في له معنى يامور شو يعني يامور مطار مطار مطر طلق طلق طلوق لازم يكون عندك انت طو يعني مي طلق اللي نحط فيه المي يعني علبة المي جرة المي كل طالب بيكون في عنده وحدة انت عندك صح؟ ايه شو اسمع؟ طلوق طلق كوزو خروف خروف والروح كوزو بسام وسام والروح وين راح؟ عطشت عطش جبت سيرة الماء يلا يلا ايش ضل رايكم؟ دقيقة تحمل شوي يلا بسرعة شوف كوزو يلا ايش يعني كوزو زو خروف خروف مثلا كلمة إساءة لحالها ما لها معنى هذول الكلمات احفظهم قدر يعني بقدر إساءة مثل نقول أما أما لحالها ما لها معنى فقط يعني لكن لكن شو لازم كملها لازم حط لها شيء حتى يكون في له معنى أما هي نفسها لفقط إنه لكن هنا ذا ذا يعني أو يظهر كمان معنى أو أو شو إلى يعني مع ذا يعني و بس أب لحاله في له معنى صح؟ شو يعني أب؟ أه هون لون جيبي كمان لون هاي كمان جيبي جيبي ما لا هنا أنجك كمان